تعتز كل قبيلة أو فريج من فرجان أبو ظبي قديماً بثرائها الفكري والمادي أيضاً، كما أن كل واحدة منها تفاخر القبائل الأخرى بلهجتها وقاموسها الغني بالمفردات الجديدة التي استحدثها أبناء القبيلة من أسفارهم وترحالهم براً وبحراً وتقاربهم من أمم أخرى في عدد من المناطق البعيدة والقريبة. نحن هلا أبو ظبي 70% من سكان أبو ظبي يحضرون يعني يسيرون العين للماء والرطب في الصيف، يطلعون بداية الثلاثة يردون أواخر التسعة، كل الباقي هناك لأن في ماء ورطب والهواء رطوب، يعني ما في الكهرباء ما كنا نعرفه، الطرق والفواكه اللي الآن متيسرة ما كنا نعرفه، علاوة على هذا كله صار المطاعم السريعة همبرجر كوكاكولا هذا ما كنا نسمع به. الحمد لله الناس بخير، سرنا العين. والدي كرجل أعمال في اليوم يفتحون محل هناك الصيف في الشتاء، بعدين المحل هناك كان من الساعة 2 الظهر لغاية 6 المساء المغرب، ما في كهرباء إلا أيام العيد، 7 أيام العيد يسمون السوق السابع، هل البادي يبون حاجياتهم، هل البلد يتمون صباح ومساء لأن الناس اللي بيون حتى يتشرون تحضيرا للعيد. فشافني شيخ مطوع سالم بن جمعة بن عبيد بن طناف الظاهري، هو يقري الأولاد في أبو ظبي، كان الشيخ درويش بن كرم رحمة الله عليه ندرس عنده، الشيخ سالم بن جمعة بن عبيد بن طناف سأل أبوي منو هذا الولد اللي عندك، قال شيخ أبوي هذا ولدي من اسمه صديق زين، قال سير مدرسة، قال لا، قال لي يبه باكر بعلمه، هذا العين بيتوسط هذا شوف يعني زي ما تقول محبة، باكر أبوي قال لي يلا سار بي عند المطوع زين، قال المطوع هذا صديق زين، شل كرتونة كافة نسميه كافة في الأول نسميه كرتونة، كتب ألف الباء التاء الثاء لغاية الياء زين، نحن ألف الباء والتاء كلمتينها حافظينها الأطفال نقول ألف الباء التاء الثاء ألف الباء كذي، قال لي شوف المطوع كيف كان أسلوبهم في الأول، تي باكر حافظ، شو تقول له لا ممكن، قل إن شاء الله. صرت أنا البيت متولى للعيال نلعب، فريت الكرتون هذا اللي عندنا الكافة ما أدري وين، صرنا نلعب يونا قوم سلطان بن عبد الله بن غنوم الهاملي وغيره، وكان قوم مجرم ربعنا الأولين كنا نلعب نسير قوم محمد بن هلال وغيره، المهم نلعب بالباشر حين المدرسة مروا علي عيال صديق يلا نسير عند المطوع، دورت الكافة المهم حصلت الحمد لله. جيت تشوف المطوع يقول أول شيء هذا أبونا هذا مهتم بي، هناك شجرة لمبوة لمبو هذا، وهو يالس على حصير سجادة الصلاة وأنا يلس قدام على التراب، وأثناء يوم الأول مطوع الربع قالوا لي هني اللي ما بيعمل مشاغب أو بيعمل تقصير في دراسته، مطوع هناك حط حبل داخل العريش ونحن نجيب الحبل يربطه في اللمبوة ويطرب لغاية ما يتوب. أنا كنت حفظت هذا الكلام زين، أثناء ما يلس يلا صديق اقرأ ألف الباء التاء الثاء اقرأ ألف الباء، قال شغل ما حافظ، طيب ما حافظ أنا ما أعطيتني وقت، ما أقدر أقول له ما أعطيتني وقت غير هذاك الوقت، أنا بعمر معين يبوا الحبل الأولاد 90 ولد ما أدري كم ركضوا ويبوا الحبل، هكذا كانت حتى القهوة الشيوخ لما كان يقول قهوة كلهم ركضوا ويبوا القهوة اللي يسبق يبدل له. المهم أنا فكرت يا ويلي إذا يابوا الحبل وربطني فيها اللمبوة وضربني لا أبوي ولا حدني والأولاد هذول تابعين طوى ما حد بيعيز عني ولا حد، فشو تسوي يا صديق فكر يدي أنا في التراب يالس قدامه، شليت قمطتين ترابه في عيونه وهرب. طوى صرخ أجوا الأولاد الله راد فكروني أنا منخش داخل الخيم هذول العرشان، صاروا يدورون هلا خلاني أنا أركض شوي، أنا قريب البيت فكرت مطوى عنده 90 ولد وبي هناك أبوي مو في البيت الحين تقريبا الساعة 8 و9، فمعناه هل ما يقدروا يدافعون عني بيموتني وأنا خاصة مسبب له مباشر، فمعناه بيضربني ضرب، لفيت مهم عفت النخل اسمه جناح منطقتنا جنوبينا شرقينا، عفت أنا في النخل وندسيت يو البيت فعلا فتشوا تحت الطاولة تحت الفراش ما في ما لقوني، والمهم هل يدوروني الحين أنا ما أقدر هيا خاف المطوع يرد مرة ثانية، جيتهم يوم حتى المغرب بعد المطوع ما بي طلعت أنا البيت وين كنت، قلت المهم سأله 1 2 3 قلت لهم شوفوا إذا بتودون المدرسة من الحين بشرد مرة ثانية. كلمة خار،
الافتخار لما شيء مقدمين لك او مثلا ما كان صاحي نظيف، سواء لحم من اسماك من الطبخ، فهذا بيقول خار، يعني خاير، مو بسليم، يعني مو بصح، مو بطيب يعني. فنعم، خارت بها الطعم الاكل، خار بها الشيء، فهذا يعني خاير. يعني خاير بمعنى اللغة العربية يعني خاز عن الجادة، خار، حتى السفن بنقول خار عن الخط، يعني كذا خور، يعني في لها أكثر من معاني، ولكن حسب الموضوع اللي أنت فيه يطبق عليه. نعم. كلمة خاز. خاز، رجل كان وياك قبل فترة، واحد بيسألك بيقول لك وين فلان، قال والله كان عندي، لكن كلمة الخاز لما يقول بعد عني هو، بس بمعنى شوي بيكون قد يكون خاز عني لأنه كان مودي، يمكن كان مودي خاز عني، فتكت بمعنى أنت بتقول كأنه خاز عني يعني افتكيت منه. هذا ولهم كلهم أخوة، ولكن كل مصطلح لكل حديث يعني حتى يفهم. كلمة خايل. تخيل، والله فلان تخيل شيء فلاني تخيله، أو خلني مثلاً أنت سألتني سؤال عن ماضي شوي وراء، أنا بصير أتخيل، أرد ذاكرتي للخلف فتخيل، أو فلان تخيل بشيء تخيله مثله مبهو أو مكان أو غير مكان، هذا بمعنى تخيل، يعني ما جزم في شيء، مش جزم، لا بيكون تخيل، قد فيها نوع من الشك يعني. كلمة خب. هو الخب قلنا الحفرة اللي معمول على عمق تقريبا في الأولة من صفر يبدأ إلى تقريبا 5 أمتار، 5 أمتار آخر النزول كذا، فبعرض تقريبا 3 أمتار. الثور، كلمة الثور اللي الريال المزارع مع قلنا مع الدلو اللي يجذبه، لأنه ثقيل الدلو يمكن يضم شيء 6 أو 8 جالون ماء، فينزل لتحت في الآخر لما يرتفع الدلو، كان له طريقة ثانية له بوز يسحب الفوقي يقدر، وثم الخب. والخب في نفس الوقت يقال إلى جحر، مثل خب فار، خب ضب، خب كذا يعني، في برضه، ولكن الخب المصطلح المفهوم هو يسمونه يازرة، كان يازرة. كلمة خبز. الخبز تراه خبز اللي ياكل نعمة الله، ولكن بيقول عط الخبز خباز اللي يشيل نصه، يعني الخباز له دور يفهم كيف يعجنه الطحين وكيف يخبزه وكيف ينضجه يشويه حتى يفهم. أما لو جيت واحد شغله ميكانيكي مثلا أو شغله غير مدير بس ما عرف، قد يحرقه قد يلينه قد يعطي، عط الخبز بمعنى حكمة، أن يقول عط الخبز خبازه لو يشيل نصه، هذا مثل الخبز، والخبز اللي يتاكل يعني هو الخبز. كلمة خدي. خدي، نعم، والله طال عمرك تدري عندنا 180 نوع من النخيل في المنطقة الجزيرة العربية وفي الإمارات، فعندنا عندنا هني مثلا عندنا في البداية نغال اللي هو بداية، وآخرة بيكون اللي هو خصاب، هذا من 180 نوع، وفي برحي وفي بمعان وخلاص وغيره، ولكن في كل بلد لهم مصطلح معين أو مفرد معين. هذا نحن هنا في العين أو في أبوظبي ما نسمي هالتسميات إلا قليل، قد يكون نوع ثاني أنا لو بشوفه بقدر أقول لك هذا هو، هذا الدعم، هذا التسميات الأسامي النخيل قلت لك مش ثابتة في كل بلد. مثلا في العراق عندهم نخيل كثيرة كان يينا، فمثلا الزاهدي يسمونه غيره، ولكن في كل بلد ما نسمي زاهدي، نسمي شيء غير يعني. كلمة خرف. خرف طال عمرك لما يكون نخلة البيدار بيطلع بالحبول، حبول في من حبل من الليف النخل مصنوع عريض خلف ظهره حتى ما يتأثر ما يتألم، وحبل بالسماكة تقريبا قطره هنشين أو هنش نص يربطه حول الجذع النخل، هو طالع وضارب ريوله في الجذع النخلة، لما يوصل عند العذوق فوق متأكدها وقت ما يكون استوى النخل شد قاض النخل، يصير المخرافة في يده، مخرافة
أواني من مصنوع من الخوص برضه بقطر تقريبا نص متر أو حسب الأحجام مختلفة، وله حبال مربوط في يده هذا أو يربطها في زورة النخلة، يتم يشل الرطب اللي مستوي، الرطب اللي مستوي نص أو أكثر وغيره حسب هو يريده، يخرف حبة حبة ولست قص، القص بيسمونه يعني يد، ولكن هو ما يقطعوا العذق، يخرفون حبة حبة على مدى يمكن شهرين، هذا النخلة يأخذون منها شوي، ونخيل كثيرة من أنواع، وهذا الخرف، خرفوا النخل، هذا المخرافة، خرفوا النخل يحطونه في المخرافة، والمخرافة مسمين على الخرف لما يخرفون النخل. خرف النخلة هو بنقول نحن بمصطلحات المحلية الإماراتية بيقولوا خرف، ما يقولوا قطفنا، قطف مثلا في بلدان الشقيقة العربية أردن وسوريا وغير ومصر بيسمونه يقطفون وقت ما حصاد أو قطف اللومي غيره، نحن نسمي خرفنا، خرفنا شب شليت حبة حبة يعني فردة فردة، ما نسمي كمان حبة، فردة فردة من التمر اللي أنت تريد تشيله تحطه في المخرافة. كلمة خريجة، خريجة بمعنى ماء غير الحلو غير العذب تقريبا. نحن هنا في أبو ظبي كان عندنا غرب الحصن، جنوب الحصن، شرق الحصن، كان عندنا أربعة أنواع من المياه، الغربي اللي هو وين الخالدية وشوي اتجاه بطين هذا كان أحلى ماء، ثانيا جنوب الحصن كان النوع الثاني وين الآن بنقول مدينة زايد، مدينة زايد هذا ثالث ماء كان يعتبر، والنخيل حامد كان في الأول، فهذا الخريجة يحفرون تقريبا مترين أقل أكثر يطلع الماء، ماء مش حلو يسمونه خرائج ما يسمونه آبار، هو مثل بئر هو لكن بعمق تقريبا مترين تقريبا بالكثير مترين، هذا هو خريجة، والماء إذا قال خريجة بمعنى أن ماء غير حلو كمان خريجة. كلمة خشابة، والله برضه النخيل قلت لك انواع، اذا قلنا 180 نوع في كل بلد يسمونه، نحن هنا عندنا النخيل خشابه قليل سمعنا او ياتنا من خارج من مملكه او من العراق او من بعض من عمان الشقيق، قول نخيل العمان الشقيق عندنا نفس النخيل تقريبا نفس هذا خشابه نوع من النخيل يسمى. كلمه خشكار، خشكار نوع من النخيل الموجودة بكثرة أكثر شيء منطقة الغربية، فنوع مثل الدباس مثل الخنيزي مثل هذا، فأنواع كل بلد له كل منطقة ولها نخيل أكثر، مثل في العين عندنا الفرض أكثر، أكثر الفرض والخنيزي وبومعان والخلاص واليبري، هناك عندهم دباس عندهم الخشكار في نفس الوقت. كلمة خشكو، خشكو هذا كلمة قد يكون فارسية يسمونه كشك أو شيء، بس هذا نسميه يقط، اللبن هو بعد ما يصير لبن حامض ينشفونه يحطون في الأكياس قماش لما يطلع من الماء ينشفونه على قطع كذا يسمونه يقط، ويستخدمونه في لمدة طويلة في الأسفار في البر وغيره يودونه، نعم يقط. كلمة خشم، لما قلت الخشم، الخشم متأكيد عندنا بلدان الخشم هو أنف الإنسان عزمة عنده خشمة، مثلا بيقول لك فلان خشمك عليه الشحم أو خشم أنفك عالي، أو بيقول لك مثلا خشوم، نحن توايا بالخشوم سلام اللي نأديه بيناتنا في منطقة الجزيرة العربية عموما وفي الإمارات خاص نسلم نتوايا بالخشوم، ففي نفس الوقت دولة غير دول العربية نيوزيلندا عندهم تقاليد يتوايهم بالخشوم سبحان الله. كلمة خصاب أو خصابة، خصاب نوع من النخيل هو مش طويل ولا قصير، إيش تقريبا شبه مستطيل وتيل شوي حباته مدورة كذي أحمر لونه، هذا آخر فصول النخيل الخصاب آخر شيء، وحلو جدا جدا، هذا لا يعملوه بالتمر ولا شيء، لكن في آخر ما في غيره كله يستعمل وهو بيكون رطب يعني. كلمة خضرة أم الليف، والله النخيل كلهم فيه الليف، كلهم فيه الليف، زور جذع وكرب والليف وزي ما تقول خوص وعسق وشماريخ،
يعني مصطلحات. الليف هو قد يكون الشجرة زيادة فيها الليف من بقية الأشجار، والليف كان يستخدم للحبال سابقا، كان كثير له أهمية، كان يجدوا الحبال من الألياف، ألياف النخيل، فما كان عندنا نيلون، ما كان عندنا هالأشياء من البراشوت اللي يسمونه. نعم. كلمة خضري. خضيري هذا النوع من هو يشبه السمن، وأنفه دقيق وطويل. خضيري شكله أخضر، ولما يريد يأكل شيء من الشجرة سبحان الله زي هليكوبتر، تم هي الطيرة واقفة كذي بجناحها ما تحرك وتأكل هي في الهواء بدون ما تضرب تحط ريولها في الأرض. خضيري هذا نعم، ويعمل له خب يعني حفرة في عندنا في عمان، كانوا في العين، كان في الأول عمان، العين سمي عمان العين، بعدين يعني حددنا المكان. هو خب كانوا في الأول يوم يبنون من اللب، من المدر الطين الأرضي يطلعوا، ما كان عندنا سمنت، ما كان عندنا شيء الأشياء، فيسبوا يأخذون في منطقة الأرضية اللي فيها طين، يحفروا ينسرون بعمق يمكن 4 أمتار، بقطر يمكن 10 أمتار خب، وهذا يمكن الحفرة لفترة لغاية يمتلي، لأن ما كان البلدوزرات وغيره، ولكن حاطين عليه حماية حتى الأولاد لا يقعوا فيه. هذا الطير الخضير يحفر بمنقارة يسوي له سكن داخل الخب، نحن كنا صغار نشوفها يعني. سبحان الله. نعم. كلمة خضيري. خضيري موجود، الخضيري عندنا، الخضيري هالخضيري يابونا من المملكة العربية السعودية، خضيري موجود عندنا، عندنا نوع جيد، هو طويل الشكل وأصفر اللون وحلو يعني، خضيري نعم موجود عندنا. كلمة خقاق. خقاق الواحد تلقاه يلبس لبس مميز، يتحرك حركته كذي، شايف نفسه أنه هو فوق الآخرين مثلا، يقول يتخقق يعني زي ما تقول أبضاي، مخلي نفسه اللبناني يسمونه أبضاي كذا. فكل بلد لها طال عمرك كله هو في له مفرداته، نحن هنا نسميه خقاق فلان، ما عليك منه خقاق. هذا الكلام الخقاق ده، تخقق على الناس. كلمة خلاص. خلاص هو خلاص، خلاصة التمور، من نوع عيته، طعمه، شكله شفاف، وهو أغلى تمور تقريبا عندنا في الإمارات. خلاص يعني خلاصة التمور، هذا مفهوم يعني، اسمه على مسمى طال عمرك، موجود عندنا في العين، في المنطقة الغربية، في المملكة، في كل منطقة الجزيرة العربية موجودة الحمد لله. الخراريف كأنها تذيب اللغة المبسطة هذيك اللي تعود عليها. الخروفة تي تعطيه كلمات، تقول الماء، الانبوة الحين استوى ماء، النمنم استوى أكل، فيبتدون يحطون لجمل مبسطة في هاي القصص، يبتدي الطفل يستوعبها بطريقة أن اللغة المبسطة القديمة تذوب كما يذوب السكر في الماء، فيبتدي يتحول من طفل إلى شخص، إلى طفل من مرحلة يعني كأن أهل نفسه إلى مرحلة أخرى، وخلاص تصير هاي لغة واحد أصغر منه، فهو يوم يحاكي أطفال أصغر منه يقول لبابا نمنم، يعلمون الطفل أنه ارتقى من هاي المرحلة ودخل في مرحلة أكبر. المرحلة اللي بعدها طبعا إذا كانت بنت تشتغل في البيت، فيتوظف كثير من الكلام اللي تقوله أمها لها في أعمالها المنزلية اليومية، وحتى في اختلاطها بالمجتمع الخارجي. إذا كان ولد طبعاً، إذا دخل البحر في طبعاً الكلام الإماراتي أو الحديث الإماراتي أو اللهجة الإماراتية، تعتمد على مناطقها وعلى نطق أهلها وعلى البيئة اللي ينشأ فيها الشخص، المفردات تختلف من مكان لمكان. لكن البنت تتعلم طبعاً كلام شامل، لكن يكون كلامها مثلاً في حيز السيدات والمجالس اللي تكون فيها أمها تختلط مع نساء أخريات من
من القرى والمدن الساحلية أو المنطقة اللي هم فيها. والولد كذلك إذا كانوا في البحر يروح البحر مع أبوه، إذا كانوا في البر كذلك أو في المناطق الجبلية والريفية. فكثير ما اللغة تتطور مع المفردات اللي تضاف للوظائف، ويبتدي يسأل ويبتدي يعرف. طبعا المهم في هذا كله هو السمع، يعني يهذب الطفل على أنه يسمع. تسمع أنت تجلس في الميلة، في طبعا قوانين وفي سنع وفي سلوكيات معينة وأخلاق حميدة يربى عليها الطفل والطفلة كذلك. يعني أقول طفل، وطبعا الذكر والأنثى على نفس المستوى. فيحبذ أنه مثلا يدخل يسلم، يحب على الرأس، يعرف شو يقول، كيف حالك خالي، كيف حالك عمي، كيف حالك يدي. الأشياء هذه يتعود عليها، فالمفردات تزيد باختلاطه وبفهمه للناس كيف تركب الجمل. إذا يلس في ميلس يسمع الكلام كيف ينقال، يعني ما في حد في طفولتنا يعلمنا كيف نركب جملة. هذا مثلا مبتدأ، هذا خبر، هذا جملة مفيدة، جملة خبرية، وهذا فعل أمر ولا. لكن هي يمتصها الطفل تلقائيا، يمتصها بأن لغة الأم معناتها هي لغة أمه ولغة أهله ولغة المكان اللي هو فيه، وهذا اللي يميزه من مكان آخر. مثل ما تفضلتي لغة الخليج، ونحن كنا خليج واحد، الخصوصيات مكان لمكان، الناس وين تسكن، تتعود وتألف على بعض المفردات. وفي ناس ممكن تجربة حياتها، الإمارات أثبتت بجدارة إنها بلد يستوعب الآخر ويحتوي الآخر. فوجودنا على المناطق الساحلية هذه، الناس تسافر وتي وتروح، خلت عندنا حب للآخر وانسجام معه، ولا في مشكلة. إن أنت عندك لغتك، اللغة ثابتة، اللهجة ثابتة، لكن مرات المفردات اللي تي وهي مو موجودة عندك ما لها مسمى عندك غير المسمى اللي تم استيرادها به. فتم مثلاً أنبوبة الماء، أو هذا مثلاً دبة ماء ولا غاز، ولا يعني هاي الأسم قوطي، ولا يعني هاي كلها ممكن نقول قصعة مثلاً، أو ممكن نقول علبة، ممكن. بس هي في وقت التاريخ فرضها كذلك، والتجربة الإنسانية أو التبادل الحضاري بيننا وبين الدول المجاورة فرضت هذا الشيء. كلمة خلة. والله قد يكون قد، لكن احنا بنقول هذه مثلا فعلا هو الكسول لغة الفصحى، كسول كسلان، ولكن زي ما تقول خاملة، خاملة خاملة يعني كسلانة، ما تهتم بالبيت، ما تهتم بعيالها، خاملة يعني دائما تلقى يعني خمول. كلمة خمار. خمار طال عمرك أحد من الخبازين يخبز خبز نوع مميز معين غير عن الخبز العادي. الخبز العادي يسموه يحطوا له خميرة وخبز وغيره يخبزون في في المخبز الكبير هذا، ولكن الخمار كان يحط خميرة، يحط سكر، يحط أشياء إضافية بحيث يطلع الخبز له طعم آخر. وهذا يسمونه الخمار، لأن يستخدم خمير في الخبز، ولست خمار كلا سمح الله خمر المحرم. هذا هو. كلمة خندريس. التمر القديم بعد ما يصير غير صالح للاستخدام الآدمي بيسمونه حشف. حشف صار، أصبح التمر القديم لا يستخدم الآدمي، يستخدمونه للمواشي للدواب يعني. فهذا خندريس، هذا الكلمات قد يكون هذا قلنا الكلمات يستخدموها في مناطق أخرى بعيدة عنا، ولكن داخل أبو ظبي والعين والغربية أو حتى لدبي وشارق المناطق قليل جدا أو ما سمعت أنا. نعم، ويسمون حشف يعني، خلاص صار حشف ما صار. نعم. إذا صار صاحبك حشفة استولى تمرة. هذا المثل خاص أيضا بالمزارعين وبالواحات، فهو يمثل يعني يضرب مثل على يعني يمثل علاقات الإنسانية والصداقة بين الأخوان والتعامل بينهم. فإذا عندك صديق صار لك مثلا حشفة، صار يعني ناشف
جدا، فانت شو تصير له؟ انت تصير عكسه، تصير تمره، التمره رطبه ولزجه، فانت يعني اذا مثلا هو غلط عليك لا، انت حاول تهديه وتكون له اهدى عنه. كلمه خنفروش. خنفروش طال عمرك اكله هي من الحلويات، تعتبر خنفروش. يحطون طحين، يحطون مكونه من طحين، ويحطون فيه زعفران، يحطون فيه الهيل، يحطون فيه سكر، يحطون بيض وياه، يمزجونه يخلطونه، بعدين يقلونه في السمن، فهذا يطلع لونه ملون بما انه في زعفران، وفيه يطلع ريحته ونكهته وطعمه طيبه. يعني هذا من نوع من الحلويات خنفروش، نعم مميز، نعم زي اللقمات ولكن هذا مميز. كلمة خنيزي. خنيزي هذا برضه مثل الخصاب، ولكن شوي حباته أصغر شوي، وتثمر في وسط الموسم، لا بنغال الأول ولا بيكون قلنا الخصاب الآخر. الخنيزي هذا وحلو جدا، لون أسودي على السواد زيادة، وحباته مش وشب، الفردات مش وشب، ولكن حلو جدا خنيزي، وهذا يطلع من الدبس، يستفاد منه في الدبس كثير. يعني كلمة خوار. هو طال عمرك الخوار، كلمة خوار بنفسه، لكن يقول لك هذا الثوب مخور، الثوب هذا مخور، محطوط له من زري، محطوط له من تلي. التلي، التلي كالسيدات للآن على التراث يصنعنا خوص وخيوط هدب، هدوب بس ملون حسب الألوان المطلوب، يعني في أزرق، في أحمر، في أصفر، في أبيض، في أسود، وفي ألوان. يحطوا له التلي بأحجام مختلفة كمان، أبو خوصتين، أبو سبع، أبو 12 حسب العرض هذا، مع الزري يزينون الثوب السيدة المرأة، سواء على يديها، على معصمها، أو على صدرها، ويسوون هكذا. هذا أيام الناس، أيام العرايس مثل العروس يحطوا له بكثرة، الشيخات يحطن، والناس المترفين شوي يحط هكذا. هذا مخور، يقول لك ثوب مخور، يعني مطرز يعني. كلمة خوافي. خوافي، خوافي سواء من إنسان أو من الدابة، في تدري الآن في حتى من بشر أوقات تلقى مش صفق اللي بيخاف، في تلقى يجيه الأسد ما بيخاف، في بعض الحيوانات بس دق كذا بتلقى شرب، في بعض القديمة الآن نحن منشوف في يوتيوب هذا الفار يهاجم القط، والقط يهاجم القط الكلب، فالآن زمن الخوف انتهى، لأن الناس تعلموا، حتى الدواب صار عندهم خلفية. مثلا في الأول حمام الرعبي، حمام الرعبي، حمام الرعبي هذا حمام، إنه حمام نوعين، رسائل، وانت تدر ليش الرسائل، كان يربطون في أرجلة الرسالة يوصله من مكان لمكان، ولكن الرعبي حمام صحراوي، كان يجينا ونحن صغار في أبوظبي، إذا من على بعد كيلوين ثلاثة يشوفنا يطير، الحين قدام السيارة وانت تمشي توقف حتى يخطف، ما يخاف. هذا في الأول كان خواف يطير، الحين ما يخاف، فهنا يختلف في وقت إلى حين آخر. كلمة خوص. خوص، خوص النخل، خوص النخل، فبجميع النخيل كل الجريد الخوص أطرافه اللي هو بيكون خوص، هذا يظلل، يستخدمون للوقود وهكذا للدعون مع الزورة، يعني هذا الخوص. كلمة خيار شمير. هذا طال عمرك موجود، خيار نوع بحجم تقريبا تقول حجم هنج بوصة، وطوله أي أوقات يكون طوله شيء يمكن 10 هنج، 6 هنج، 8 هنج حسب هذا، يستخدمونه في لما يكون أطفال كان عندهم إسهال يعملوا له هذا، وكان يستخدم ليه الآن موجود في البلد كطب عربي، كطب شعبي بيكون موجود هذا خيار، استخدامات للأطفال إذا عندهم إسهال وغيره، يطلعون اللب منه زي تمر هندي، لبة داخلي زي التمر الهندي من داخل، وشكله مثل تمر هندي ولكن مش معرق، صافي طويل وأطول وأقوى، يكسرونه يطلعون اللب، يحطونه في الماء الدافي سخن، لما يسيح يسقوه، يحطون له يحلونه أو شيء حسب رغبة الطفل يسقونه، وبإذن الله كان يشفون المتألم من هذا.
يصحي من سبب ذاته ففي عشان من بيته ويسكن في أمارات أنا بالحب خصيته وجرحي من سبب ذاته ففي عشان من بيته ويسكن في أمارات الشوق لا جيت غزار كبار مويات كخشف في منابيت غزال في ضبيات ببحر الشوق لا جيت غزار كبار مويات كخشف في منابيت غزال في ضبيات ملاقات خفق قلبي ولا ريت خطير زاد خفقات ولو يحصل تمنيت ولو لحظة ملاقات خفق قلبي ولا ريت خطير زاد خفقات دقات تصويت خفوي من منادات رماني يوم لا جيت نهار في ملاقات على دقات تصويت خفوي من منادات رماني يوم لا جيت نهار في ملاقات نجل جسيت كمال ورود وجنات برمش العين خفيت وسط الروح مليات عيانه نجل جسيت كمال ورود وجنات برمش العين خفيت وسط الروح مليات داريت شرعت الشوق مدرات وهو من تعنيت يفرض كل رادات لجل عيناه داريت شرعت الشوق مدرات وهو من تعنيت يفرض كل رادات أنا بالحب خصيت وجرحي من سبب ذات رفيع الشان من بيت ويسكن في أمارات